السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه رأيكم في القصة والشنب بتوع الجمال دول؟ المهم مقطع النهاردة قسما بالله من اول دقيقة لاخر دقيقة فيه كله ضحك يا جدعان. عايز منك بس طلب صغير واتفاق اخوي كده، والاتفاق ده يشهد عليه ربنا يا جدعان انه الفيديو ده لو ضحككم اللي مش مشترك في القناة هيشترك، واللي ما عملش لايك هيعمل. انت دلوقتي هتنزل تحت تعمل لايك وكومنت وتشترك في القناة عشان حرام الفيديو ده ما ياخدش حقه رجالي. اقسم بالله انا منكلم بجد دلوقتي انت هتخش تشترك وتعمل زر الجرس وتفعل اللايك، ولو ما عجبكش الفيديو في الاخر الغي كل ده. انا واثق من قولك الفيديو هيعجبك، يعني هيعجبك. المهم ان انت تعمل اللي انا منقولك عليه دلوقتي، والا هندعي عليك وانا مصلي دلوقتي. يلا السلام عليكم، نسيبكم مع المقطع الجميل ده ويلا بينا. مرحبا بكم متابعي قناة أبو علاء في كل مكان. الله أكبر، أنا وقعت في الجنة. استني يا بيت، استني يا بيت تتشل، أنا ما صدقت. استني والنبي العبوني معاكو جيم واحد، والنبي جيم واحد، وحياة أمك يا شيخ العبوني معاكو جيم واحد، وحياة أمك. أنا بس عندي سؤال هو ده أنا من السعودية ولا الصعيد ولا أنا ما عندي الشيء؟ لا لا أنا مصري زيك يا بيت، أنا مصري اللي تنشل، مصري وحياة أبوكي مصري. وحياة أبوك ما أنت لعبي معاني والنبي. لا عبوني معاكو جيم واحد بس، جيم واحد. ايه بس يا شيخة وحياة ابوكي، منقول لك وحياة ابوكي وحياة امك. الهي تنجحي في الامتحانات، الهي لو عندك امتحانات تنجحي، الهي ربنا يسترها معاك. تم ازالتك من فريق اكتمل. والنبي يا شيخة وحياة امك يا شيخ. يا اولاد الكلبة اللي بتخشهم ما تخشوش، البنت جامدة. والنبي بالله عليك يا هند، انت ولا حنان ولا اسمك ايه؟ وحياة امك الدرجة دي؟ الدرجة دي اسمي حانة اسمك حانة، انا عارف وحياة ابوكي. انا بصي هم كلهم بيبكرهني في الاول بيحبوني في الاخر. اي والله جيم واحد وكرشون. اول ايه واحنا جيم واحد وكرشون يا شيخه. خليكي جدعه بقى، خليكي جدعه وبنت بلد كده، ولعبوني جيم واحد بس وكرشون. طب بصوا هنعبك، لو قلت اسم ايه هنعبك. هانا اسمك هانا. لا انا اللي بتكلم، انا اللي لابسه تلجي. ده لابسه تلجي؟ هو مفيش حد لابس تلجي. لا اللي لابس احمر فازرق. حنان اسمك حنان. حنين حنين اسمك حنين. مفيش حنان. حنين ايوه. والنبي يا حنين قولي لهم يلعبون. طب هنقول لكم عرض جامد والله، هنقول لكم عرض. لو فزتم، لو احنا فزنا الجيم اللي هنلعبه معاكم هندي كل واحده فيكم عربيه، ايه رايكم؟ كذاب. عيب عليك، انا كلمه راجل. الله ايه طب ما احنا ممكن ما نكسبش. لو فزنا الجيم والله لما اديك كل واحده عربيه قسما بالله يا جدع، والله العظيم ما منحك بالله. ولو عايزين ندي واحده بس طياره هندي واحده بس فيكم طياره، لكن انتوا الثلاثه هندي كل واحده عربيه. يا جيم ها يلا جيم واحد بس، هو جيم واحد والله العظيم جيم قسم بالله. طب انت هتقول هندي مين بقى اللي هيدو؟ انا هندي. انت هتدي ازاي؟ انت هتدو هندي هدي انا هدي انا هدي اهو انا هدي مش هندي هدي. خلصان. طب يا جماعه انتوا داخلين يعني؟ لا العبي معانا هنادي، انت ولا اسمك ايه اللي تنشلي؟ العبي معانا واطلعي، اللي عايزه تطلع هتطلعي. يلا هنادي. والله هتحبوني قسما بالله هتحبوني. انتوا بعد ممكن تيجوا تتجوزوني بعد كده، بس العبوا جيم واحد. الثقه في النفس دي غريبه جدا. بنت على الطلاق واثق من نفسي، ده انا المشكله ان انا عارف من قول لكم ايه، انا عارف صدقيني. انا جالس ضعف دماغي. جيم واحد يا ولية، جيم واحد مش هتخسر. خلص انا بقى خلص جيم واحد. بص اللي معاها النجمه لو كرشتني دلوقتي، انا بنكلم بجد، لو كرشتني مش هنرجع تاني والله العظيم، بس دخلونا جيم واحد بقى. طيب انا بجد ما تكرشوش. والله لو كرشتني دلوقتي مش هنعرف نرجع لكم تاني والله. ليه نرجع لكم مين بس؟ انتوا كام واحد يا بنتي؟ والمصحف لو فزنا نمدي كل واحد فيكم عربيه. إيه؟ خلاص بقى ما عرفنا بقى احنا هنتزل بالعربيه بناخدها ولا ايه؟ خلاص انا اسف البنت دي عصبيه يا رجاله.
قصدي يا بنات، انتوا بنات كلكم بنات صحيح. ناس ناس معلش، اول مره كنت مع بنات في حياتي. والنبي جيم على فكره انا اليف، انا اليف قوي والله، يعني انتوا هتحبوني ومش صايع ومحترم. هتخشوا تاكلهم ولا ايه؟ هتخشوا تاكلهم؟ لا ده انا لعيب، لعيب على فكره، اليف مع البنات يعني، وبس لعيب يعني مش انسان شرس. ايه اليف دي؟ يعني محترم يعني. يا جامد محترم. يا جامد بس يا حنين بقى. والنبي يا بنت انت والله ضحكتك حلو. الله يخليك. مش دي مش دي ما بتاعت الكسوف. بس بكت خلاص. طب انا خلاص انا هتكلم. انا طب خلاص. والنبي يا شيخه، هو انتوا هتخسروا لو انا خسرت جيم واحد؟ يا بنت الولا حليتك كل الحلفانات. الله يسلمك. طب يا حبيبتي بقى ما تعملي ريدي يا هنات. شو والنبي بلاش البروتين دي، هاتي ارنج للثانيه. بلاش البروتينيه دي، الروتينيه دي. ايوه بلاش. هاتوا ارنجل العاديه. طيب اهي والله. لا دي ليفك، دي ليفك يا وليه. يا وليه استني، هاتي ارنجل. ارنجل ارنجل وحيات ابو. ايوه والله انت بنت مرشل قسما بالله. اله يسترها معاك دنيا واخ. شكرا شكرا. طب وانا لا ده انت حبيبتي انت. ده انت انت حته في حته ثانيه انت. خلاص شكرا ماشي. طب بصوا يا جماعه، انا هخرج العب مع صاحبتي بس. لا ابو الجيم ده. لا وحيات امك. لا وحيات ابوك اللي ينحش وسطك انت. استني بس العبي جيم ونغرف ده يا عادي، مش عايزين ده عشان ابقى في الريسنت. انا الجو ده انا عارفاه كويس قوي. ايه عارف الجو ايه؟ لا اي حاجه. انت بتتكلم زينا عادي جدا. طب ما تتكلم انت، بتعرف تتكلم زينا ولا انت بتعمل جو كده خالص؟ لا ده انتوا كده بتتمجلسوا بقى كله الا المجلس. لا والله والله العظيم. لا والله خلاص الحين بقى انت بتتمجلسه. ويلا وحيات وحيات ابوكم بقى جيم واحد وغرف ده. يا بقى انا زهقت منكم يا حنين. يا ولد يا ولد تخش يا جماعه من اصدر ما بتخشوا بقى يا بنت بقى خشي. الله يضحكوا دي تخلينا نلعب 100 جيم. خش يلا جيم واحد يلا. عاش يلا فزنا فزنا خلاص الجيم خلاص بقى نهدى بقى نهدى. انا اسف انا اسف خلاص. انا هنتكتم في قلبي، هنحط صرمه في بقي وهنسكت. انت منين؟ طب ما تدخلونا جيم، انا من البحيره. دخلوني جيم وهنتعرف جو. انت سامعيني؟ ايوه سامعينك سامعينك يا بلوى. لا ده يخرج ده ولا بلوى دي ده فين؟ لا خلاص انا اسف انا اسف انا ساكت اهو. يا رب تدخلونا جيم بقى. ماشي انت منين؟ انا قلت من البحيره يا اللي تنشل لي مره. انا اسف اسف اسف. هو معلش انا جلم في لساني طويل، بس انا طيب والله طيب من جو. يلا فاء نطلع ولا نلعب ولا ايه؟ طيب حاضر. وحيات امك هنا بقى تسمعيش كلام. هنصوت على هنصوت على الكيك. وحيات امك هنا بالله عليك. لا والنبي ما تكيكي. طب ماشي. طب لحظه. طب والله بعمل والله بعمل. انا هبقى الفيصل. انا عايزه ايه؟ وانت حنين. وانت حنين. لا. الله اكبر. اتنين ضد واحده كده يا هاني. اتنين ضد. انا اكيد مش عايز. انا لسه ما قلتش رايي. هو انت ايه ده؟ والله انت بنت محترمه وانا حبيتك من الاول. مش عيون عليك تكسري قلب واحد اهبل زي يعني. انا مش طالب غير هو جيم واحد. يعني هو جيم واحد وعادي، بعدها عيشوا حياتكم طبيعي. انا يعني مش هتشوفوني تاني. هو جيم واحد، هو هتخسروا ايه؟ مش فاهم. طيب شوف اقنعتيها. يلا بالله عليك خشي بقى قبل ما تغرق. ياها خشي يا بنتي خشي بقى. يا بنتي خشي. اهدوا يا جماعه. سيبوها بتفكر، سيبوها تاخد راحتها. هي اللي معاها النجمه دلوقتي، فهي سيبوها تاخد راحتها. سيبوها فكري بس. هي معاها باحتراف. طيب يلا يا جماعه كله ريدي. الله اكبر. اخيرا الله يسترك بيت. ده انا هننزل ابعد مكان في الدنيا. سامعني؟ الو. ايوه بتلعبوا ايه بقى انتوا؟ بتلعبوا ايه فهموني؟ بتلعبوا تقييم ولا بوش ولا ايه؟ تقييم. خلاص انا هنلعب معاكم. انا يعني تجيب لكم الجيم ما تقلقوش. انا لعيب. نشوف متى. احنا داخلين عشان لو جبنا الجيم هناخد عربيه. خلصان كل واحد عربيه ما تقلقوش. هنشوف. خلصان ننزلوا فين يا حنين؟ بص عايزين بقى مكان فيه فرم وطحن وناس. ياما نازلين لنا هنا. هنا ايه؟ ايوه المكان دي فيه ناس طحن. 4000 متر بينها وبين مكان الطياره. منظر معاك يا شيخ انت ما تهزريش. مين بيهزروا؟ التيم ده غريب جدا. تيم ايه؟ التيم ده انا هموت.
هو انت مش معانا، هو تيمك ولا تيمي يا بنتي؟ ده تيمك انت، انا اللي ضايف هنا. لا طياره ماله سيفج ماله على الطياره؟ على فكره انا معايا اكتر مني. على ترى بقى ببجي دي على فكره حنين ماشيه بالكوس ليه بقى؟ يعني حد يبقى معاه اكتر من حد ما يطلعش على الطياره يعني. صدقوا البت دي حكيمه، انا لاحظت فيها جوا كده بذره حكيمه البت دي. يعني قدامك مستقبل طويل ان شاء الله. انا اسمي ايوه كده بدات الصناره تغمز بقى. سالتني عن اسمي، الله اكبر حبيبي انت بتتكلمي يا اساس، انت انا قلت تتكلمي لا اكتر. تديني ايه من اسمي؟ من اسمي قال ايه الهبل ده؟ معلش ايوه انا اسمي احمد. والله كنت حاسه يا احمد. الله والنبي انضف كلمه يا احمد سمعتها من يجي 500,000 سنه من يوم ما تولد. امه اي والله مين اللي قالتها؟ البت حسين اللي فوق. هنا حنين لا انا رقم 2 اللي بتكلم. لا انت انا عارف صوتك، انت عقربه اللي ما كنتيش راضي تخشي. انا عقربه لازم اخلص الجيم ده واوريك. منظر والله منظر. مع لا منظر. انت اللي معاك الليدر ده، انت احلى واحده شفتها في حياتي. ده ايه الصوت الجميل الملائكي دي؟ ده صوت ملائكي اكيد طبعا. انا اللي اقنعتهم يدخلوا. ايوه ده انت قلب انت بيني وبينك الكلام ده. يا حبيبي ايه يا حنين؟ انا بحط البنت بلاش تشبك. عارف يا حنين والله عارف، انا شايل لك الجميله ديت لحد ما نموت. طب اي والله هي في فاضل. انا عارف رقم 4 للعقربه هي الحقيقيه، ما يمكنش انها تخش، بس ايه قلبها رق في الاخر. انا تسمع كلامي، انا اللي قلت لها تسمع. ما انا عارف، ما انت قلبك رق في الاخر. حنين اللي قالت لي اساسا. ما انا اللي قلت حنين ماشي خلاص، انتوا كلكم محترمين وحلوين واحلى بنات. لا خلاص انا قررت بقى. يلا انا في واحده يا جماعه شامه كلها فيكم وبتتكلم من تحت المخدة. هي رقم والله. كل اللي انا بنسمعه مني ده اللي انا بنسمعه مني، لكن نفهم حاجه ما نفهمش. نقول لكم ايه، انتوا عايزين العربيات ولا مش عايزينها؟ لو عايزين العربيات تعالوا نهرب من هنا. اصل انا حاسس انه في تيم معانا. حنين انا حاسه ان انا جنبي بدا يوجعني قوي. حنين جنبي هي دي المراره صح؟ والله دي مرارة. لا عايزة خنجرين دلوقتي. انت بتخليني يعني بتخليني دلوقتي لو معايا خنجرين اجيبهم كده وارشع واحدة في قلبي. ايوه البنت مرتها اتفاجئت يا جماعة. لان ابو اليوم اللي سمعت كلام حنين. انا اصلا عم بكتك، انا المفروض انفذ اللي في دماغي. انا والله يا جماعه كنت هخرج اشحن موبايلي وادخل في انفايتات واخرج. لا صل على النبي، خلاص انا هنتكتم في قلبي اهوت، ان شاء الله تنشل خلاص. بس بقى حاضر. انا حبيت حكى علي هي هنا هيتهبلت ولا يا جماعه. بس بقى انا هعمل لكم. لا خلاص انا اسف خلاص انا سكتت. لا هعمل ليكوا كلكم. لا انا سكتت، البت دي عصبيه يا جماعه، خلاص ما حدش يعصب. عندها القولون يا جماعه. حنين اقسم بالله وحيت ربنا حنين ما بهزر، والله ما بهزر. كمان مره انا جنبي اقسم بالله بدا يوجعني. القولون دي مؤشرات القولون. ايوه اسكتوا يا جماعه، لا تفسف وشينا دلوقتي. ما حدش يكلمني. خلاص سكتنا. اي خدمه يا استاذه حنان مين؟ والمصحف اسمكم ده ما راضي يجي معايا سكه نهائي. قولوا لي مره بالعربي وانا هنحفظه. حنين وهنا هنا وهنا. ايوه يا ليل الهنا والسعاده والسرور. اهلا بس اهلا يا استاذه هنا، والله تشرفت بمعرفتكم اخر شر. انا طايق البطانيه ولا طايقه جنبي ده. انا هشيلك ليش بسببك ولا مش عارفه يا بنت؟ القولون قلت لك، هو القولون بيجي في الاوقات دي وتلاقيك واكله بالله صح؟ هو صدقيني انا فاهم. يا لهوي في رقم، حد هيموتك يا ولي، في حد يموتك. ايوه انا البطل الهيرو يا بنت ما تقلقيش.
انا اللي جايبها اصلا حقيقي. جالس ضعف دماغي انا اقسم بالله جوعانين والله ما بهزر. انا دماغي بقت يا دوبك في هنا كان. يلا يلا يا هيرايزن عندنا ناس كتير يلا. حنين انا بيت حنين مش طايقاك. ليه ده حنين دي اطيب بيت وانضف بيت. كان هيموتني. عندي حد بقى كان هيموتني بس وانا مبهدلاه. بس هو انا ادوني صوت بقى انتوا بتتكلموا ياما ليه؟ احنا برضه اللي بنتكلم والله العظيم. الواحد يستنى لما كنا بنتكلم ما بيسمع كلام صاحب بنت عمه لا قدر تستاهلش اصلا. انت مت ازاي يا بنت يا حبيبتي رقم 4 انت؟ يا رب انا عارفه ان انا ذنب في حياتي اكيد ده ذنب يا بنتي. اقسم بالله اقسم بالله انت يا بنتي هي بصي عسى ان تقراوا شيئا وهو خير لكم. هو خير لك. اي أيوة والله ما تعرفيش يمكن انا اكتر خير. الايمان ده مريح مريح. اي والله ده احسن حاجه. يا جماعه انا وحيات ربنا جنبي في حاجه. هو لازم من اول ما دخلت الجيم ده وجنبي وجعان. لازم تكشف على القولون يا بنتي. لازم السجاير قرفاهم في البيت في انا حر. انا عايزاه فرع الحلاليك اللي تفتح جديده ومسكينه تشحنها اخد بس بركو الجاي. بنت عصبيه يا جدعان قوي قوي. استغفر الله العظيم يا رب استغفر ربي واتوب اليه. طالع لي ولا هو فين مسكين؟ كفايه انت فريش يا حنين نبقى انا وانت فريش يا جماعه. ستيفج مقطع الدنيا. اي والله خليكوا فريش يا جماعه فيها ايه يعني لما تكونوا طازه يعني ني 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 ني. في واحد طالع لي هيموتني اللي تنشل. استنوا انت هتطلع ولا مش هتطلع في سنتك السودا دي؟ يا نهار اسود ده بيفتح نار. يا رب روحك اللي تطلع. بيفتح ايه؟ هو انت اللي طالعه لي ولا ايه؟ بيفتح ناه ناه ناه. لا مش خلوا بس انت بتعمل ايه هني؟ اهلا اهلا السطح نور على الطلاق السطح نور حبيبي. الله اي والله ده انت انضف بنت اقسم بالله. انا جاهز فساتين فرح يا هنا هنا البيت. مش شرط على فكره مش شرط مش شرط زي ما انت فهماني عادي ممكن نكون اخوات ومنحب بعض عادي. ايوه مش شرط يعني صح ولا لا يا حبيبتي حني؟ على فكره انا انسان نظيف مش زي ما بتفكروا فيه. ايوه هي البنت البنت بتعاملني اخويا يعني اكيد عشان أصل عشان طبعاً. عشان اصيله يا رب والله يا رب انا متاكده ده زم. يا بنتي وقلت لك وعسى ان تكرهوا شيئا. يا لهوي وراك يا بنت اضربي. الخنزير بقاله ساعه مكمل. ده هاك يا جدعان هاكر. لسه البت اللي تنشل ام قولون عصبي ديت يا رب تيجي بسرعه تساعدني. حد يتصل بيه وحياة ابوك حد يتصل بيه. الهي تتشل يا اللي تنشل حبكه تفصلي دلوقتي. اتصلوا بيها والنبي كلموه والنبي الجماعه يروح على الارض. يا اللي تتشلي ده وقته تفصلي يا بت ارجعي بسرعه. الهي القولون بتاعك يطرشك روحي يا هنا. انت ولا هنا ولا نيله ولا شفتي يوم هنا بسببك انت. راحت فين؟ راحت فين اللي تنشل؟ الهي مرارتك تتفقع مش تتشل بقى تتفقع في ايدي. ماتت خلاص طلعت. حول الله خلاص معلش معلش. عليه العوض عليه العوض ومنه العوض. عليه العوض. يلا الحمد لله العربيات مش هتروح على الارض الحمد لله. اهي فتحت يا بنت بسرعه وحياة امك بسرعه وحياة امك. الهي تتشل يا هنا. الهي تفتصي روح. راحت للدروب يا نهار اسود ده بيني وبينها 500 متر يا بنت القره. راحت كزر قوي ولا ايه؟ راحت للدروب. انا ده مش دروب ده فلي. ايه ده هي جابت فلي روح مشت من يا لهوي ده بنت خبيثه خبز. انت كنت يا لهوي ده انا صدقت لما قلت عليك عقربه يا بنت. ده انت اسود من العقربه. يا نهار اسود شفتوا انا ليا نظره انا ليا نظره قلت لكم جواها بذره عقربه. ايش كانت بذرة علماء باين ولا كانت علماء إيه؟ علماء ده بذرة عجارب عجارب وتعابين من تحت مية من تحت تيبن. شوف البلوة معلش يا جماعة
اصل انا يا ماما معلش هي مش شركه دروب مع ناس معرفهاش. شوف البلوه راحت في اخر الدنيا تضرب الدروب وانا اللي على امل ترجع تنقذني. تكتني لك اللي تنجح. وعندي المراره وعندي القولون الهي يتفقعوا الاثنين في يوم واحد. تمشي تزرتي وما تعرفي توقفي زريق. يا اللي تنشلي ولا ولا تكنيلي جاتكنيلي نيلي. ايوه جاتكنيلي. ايوه نيلي. ايه طب بس 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 الدروب يا جماعه كان في بكيسي و بكيسي. يعني في حاجه اسمها بكيسي؟ بكيسي بتدلعوا اسمه بكيسه بكيسه قلبي كيسي. يا جماعه انتوا بجد بتضحكوا على ايه؟ مش فاهم. دول مش معقدين نفسيا، مش عقارب، عشان كده بيضحكوا. مش عقارب دول يا اختي، بياخدوا الدروب ويضربوه في اخر الدنيا. ايه يا معلم؟ فليجن فليرجن. ايه الصوت ده؟ فين فليرجن؟ حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل في عينيكم. في عينينا. شوف شوف على الطلاق مجهوره مننا احنا. بس بقى خلاص، هو احنا مش خسرنا الجيم وخلاص خلص. ما خسرتوش يا اللي تنشلي. ما انت لو فزت هتجيب لهم عربياتهم كمان. فوز يا اللي تفتصي. الهي ما تفوزي ولا تشوفيه. ده انت اللي هتفوزي يا عقربه. انت ربنا ما بيوقفش مع العقارب اللي زي ده. انا مش طايقها، ده سابتني نموت زي الكلب يا جدعان. ده انا كنت منزحف على السكه على الطلاق، خدت تراب تراب السكه زحف عشان تيجي تنقذني البلد. ايوه عشان ما لحقتش فيه. لحقتش ما لحقتش. بيني وبينك 500,000 متر راحت. طب قولي قولي يا جماعه، رايحه نتنين نسرق الدروب اللي انا لقيته؟ لا ده هي اللي ضربته كمان يعني. ايوه والله. ولا وايه؟ شوفي شغل العقربه. شوف ولا سمعنا صوت دروب ولا عرفنا ان هي لقت دروب ولا شفناها وهي رايحه للدروب. الهي تتشلي. مش دروب. ايوه لقيت فلير عشان بتضربه. ايوه انت ما شاء الله عليكي دقيقه، انت دقيقه في المعلومات بتاعتك. ماركت فيكل. لقيت الفلير. لقيت الفلير ان ينزل دروب. حلو كده. ايوه جماعه عرفتوا تسكتوا بقى ومشت بعيد عشان ما ناخدوش. حنين يا جماعه بقول لكم ايه، انا مش عارفه كنت موت يا انا بيس. هي البت دي كل شويه تقول لنا اسكتوا. هي مجوره مننا ليه؟ عشان احنا حلوين عنها. صح انت بت بت حنين دي فيها حكيم. امال احنا سامعينها ازاي؟ لا ميوت دي. ايوه صحيح. ايوه ايوه يلا فرصه برضه عشان ناخد راحتنا في الشتيمه عليها. هي مين اللي عملت ميو رقم اتنين؟ هانا. ما هم الاثنين هانا. اه العقربه. قولي العقربه اسمها العقربه. استنوا استنوا، المشكله البتاع بتاعي ما بيكتبش عربي. كنت اكتبي لها، كنت اكتبي لها قولي لها احمد بيقول لك عقربه. ما بيكتبش عربي ازاي؟ بيكتب انجليزي. احمد. احمد. قولي لها احمد بيقول لك عقربه. ده على الطلاق الكولون زمان وطرشك دلوقتي. يا جماعة بس كده بقى بجد، عشان انتوا كده بموت. بتقول ايه الولية دي؟ مش لذيذ، مش لزز، مش 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 لزز. يعني ايه مش لزز دي؟ لزاز. لزاز مش زراب. مش جمع لذيذ ولذيذة. ايوه 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 مش لزاز. ده عقربة بجد البت دي، طلعت عقربة بجد. اي والله ده انا كنت ظلمك يا بت رقم اربعة. انت طلعتي غلباني، ده انت طلعتي طينة. اي والله ده طلعت العقربة اللي من تحت تبني ديت واللي مش باين عليها هي رقم اتنين ام قولون مفسي دي. اي والله. الهي مررت. شوفي هتفضل مكمبره طول اليوم في البيت. ايه طولة البال دي؟ وبعدين وبعدين يا جدعان، هي داخله تلعب ببجي ولا داخله تنظف البيت؟ سياجيه يا بيت، شيل السجاده تشوفي تحتها ايه بدل ما انت عمال تبص من شبابيك كده. اي حاجه جديده تعمليه؟ لا انا شدي. شوفي اللي تنشال. شوف قاعدان في الركن. خليك يا اختي خليك. هي ببجي معموله كده فعلا، ان انت تنزلي تقعدي في البيت
وتقعدي تتأملي في في الهيلز وخلاص. ايه وبعدين وبعدين يا جماعه تعالوا نطلع احنا ونسيبوها، ايه رايكم؟ لا لا انتم مخلصين مش زيها، مخلصين. شوف الواطي عملت لكم يوتو برضو مخلصين معاها عقربه. اي والله انتوا عارفين هي مقهورة عشان انتوا حبيتوني زي ما قلت لكم. شوف فاكرين لما قلت لكم هتحبوني في الاخر؟ حبيتوني ولا ما حبيتوني؟ ايوه شفتي شفتي حبيتوني. هي مقهورة بقى، هي كانت عايزه تحبيني لوحديها عقربه دي. حبيتوني لوحدها؟ ايوه. شوفي حتى بصوا عرفتوا ان هي عقربه ولا لا، حاطه علم الماسونيون في على ظهرها اهو، شايفينه؟ مش ده علم الماسونيون؟ ايوه الماسون. عارفه المساله كانت عايزه لا. انت كنت عايزه تحبي لوحدك يا هنا؟ ايوه شفتم هتقول لكم اه. شو هتقول لكم اه؟ ومن دي اي اول علامات الحب ان هي تتكسف وما تقولش. انتوا عارفين لو كانت بقى ما حبتنيش كانت قالت لا على طول، صح ولا لا؟ انتوا بنات وفاهمين. اه ايوه طبعا. وانت عبط والله مكسوف قسما بالله مكسوف. دي كسوف، دي دي كسوف، علامه الاستفهام ديت في الجمله يعني كسوف. بطلوا خرا، بطلوا خرا دي ما اخدناهاش دي بقى. يمكن يمكن كسوف زياده عن اللزوم. بطلوا خرا دي هي بتعمل ايه؟ الزونه اتحركت. لا هو ببجي بس اللي بتعمل. اربع حروف مسحاهم، اربع حروف. انا نهار اسود، كانت كاتبه مصيبه دي ولا ايه؟ انا عارفه بس مش عارفه اقول. ده الجمله كلها غلط. يا لهوي هنا يخرب بيت فقرك، يخرب بيت فقرك. معقول يكون في حد في الزون لغايه دلوقتي يموتك؟ يخرب بيت فقرك بنت عقربه. والنبي تحايلوا عليها بقى ما تطلعني. ده اول خطوه هتعملها بعد ما نطلع تيجي كرشان. انضف واحسن هنا في الدنيا، احسن هنا يا اجمل هنا في العالم. لسه بس يحمل يا اجمل هنا، الهي ما يحمل عندك ابدا ان شاء الله. يا اجمل هنا واحلى هنا. على فكره الاثنين العقارب دول انا ما بنحبهمش، ده انا ما حبيتش غيرك انت يا هنا يا محترمه. كده وكده كده وكده كده وكده هتكرشني ده بلوى وانا عارف. يا رب ان انت ما يشتغل عندي، يا رب ان انت ما يشتغل عندها ابدا ابدا ابدا. بقول لك الدنيا لا طيار، تفضلي متشعلقه كده لا طولي سما ولا ارض. والهي التانية النت التانية يفصل عندها وما تعرف تقول اديني طيارة دي تاني. انا معي بقى الهبل اللي كان بيحصل في الجيم. اديني يا ربي.